من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غدوة. يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس. حلقة اليوم بحضور ثريا العمري حسنين السيد علي شوشان وخالد علي التواتي. لقيت هذا وقيت تراند في وقت استثنائي كما تقول ثريا، كما سمعتكم بانتباه في فقراتكم نطلب انكم تسمعوا لي بانتباه فقرتي هذه، وخاصة سيد رئيس تحرير تقول لك جريدة بعد ركز معها يا سي حسن. ثري ما سمعت ثري ايش طلبت منك؟ هذا ما بديتش يعرف تراند ديجا تو التراند عم حسن يا التراند اي، وقالت يسمعني بنتي بيه كما سمعتوا بنتي بيه بكل سعاده وسرور واذان صاغيه تتزيت التراند مع ثريا العام. هاي سيدي في تراند باش نبداو بالخبر الاولاني واللي يخص الفنانه شيرين عبد الوهاب واللي تودع على شيرين عبد الوهاب راهي حبيبة قلبي راهي مسلسل ولا ما عرفتش شيرين عبد الوهاب راهي معناتها حبيبة الجماهير. نقول لك شنو يا جماهير، هذه انسانه مجنونه ماهيش مريضه على روحتها، يعني كل عام تعمل عمليه انتحار او محاوله عمليه انتحار بالعكس او شيء من هذا القبيل. والمجانين اللي كيف المجانين ان شاء الله يا ربي نقولي مجنونه المجانين يتبعوا فيها، يعني انا مطالب محمد يعني باش نسمع الشيء هذا طبعا. لا ما مش ما تكمل تسمع الاخبار الاولاني، كان ما عجبكش نجم تمتنع على الباقي. هو يا يقعد يعطينا فنان ما نعرفوهش ولا الله يرحمه من ولا اغنيه عمرنا ما سمعنا بها. ريت هكا تو باش تو شيرين مثلا كيما قبل كانت ورده نفس الجماهيريه ونفس مش اللي يقدر اي لقدر الله لقدر الله او شيء من هذا القبيل، يعني تقارن ورده ومن ادراك ما ورده، وكان تعرف ورده وتعرف دورها التحرير في الثوره الجزائريه مثلا والامور هذه رائعه عظيمه ورده، لكن يا اخي تو دخلنا عشر انت من الفنانات الكل اخترت كان ورده يا ورده ورده وغير ورده يا اخي هذوم الكبار هو يحب ورده واسمهان وكل الامم والشعوب شنو شيرين بندرشني هذه ناس مصعصعه شيرين واحد وشيرين يا ودي مالي انا عليه غنيت له غنيت وردة. اي ابدينا تراند نحب وردة ابدينا بتراند باهي التراند انه شيرين عبد الوهاب تودع العزيب العزوبية وتقول اللي هي بيانتو باش تاخذ راني باش ناخذ رجل اخر. والحاجة الباهية عم حسن في هذا الكل لو كان جيت فما انه حسين فما رقابة هذه تدخل الحبس مباشرة عندي ناي والله علاش 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 تو قلت لك تودع العزوبية هذا غلط غلطي في الناس هي ما كانش عايز باه مطلقة أرملة كانت أو مطلقة تودع الطلاق وتذهب نحو طلاق جديد إن شاء الله. ما احنا بمفهوم كلامنا احنا نقول توديع للعزوبية مهما كانت. شكون نحن العيش المنفرد كلنا ما احنا توينس العرب كلنا نودع العزوبية. مش صحيح مش صحيح كمل الأخبار. المهم مازال صدمة في الأخبار تو الصدمة الأخبار إنه حسام أول واحد يبارك لها طليقها على خاطر على خاطر او علاش علاش على خاطر ذيك الساعه محلاها كي يطلقوا يقعدوا اصدقاء هذا مساج باهي للناس لا قالش طلقت من واحد وقاش عندها سام صديق قدش طلقت هذه من واحد وقاش عندها من صديق قدم المطلقين نتاعها يطلقوا زوز حسام حبيب وطارق واللي قبلها بوس صغارها طارق العريان الاخر لا مش طارق العريان ذاك نتاع اصاله يبدي شدي على حسام تو جايين تو جايين على قدام اما حسنين توريت الاخبار هذه راه في العالم تراند والعالم يحكي عليها وكي تجي الكرتاشي عالم مغفر من الحمقى والتافهين الرجل تو مازال ما يعرفوا حد تو مازال في المهموته الناس تحب تعرف شكون اما الاخبار اللي خرج ولا الاشاعه اللي خرجت انه ابارامون هذا زاد راهو صديق حسام اللي باش تاخذوا راهي شيرين ما انت فهم حكاية توا الايام الجاية نحكي لكم عليه شنو وين باش توصل شفت صاحبه اي فهمت صاحب رجلها معناتها يعرف بعضهم قبل فما برشا حكايات نجم يقول لها مبروك من الفرحة على خاطر كي عرست ما عادش باش ترجع خاطر تنجم ارتاح ضربها واحدة خالد تفسير شفت التجربة كي تتكلم ثم هذا لا يمنع انه هي هذا هو الخبر راهو دارج وهذا تراند راه كي تجي للكرتاج تمشي نمشي بيان سور مشيت لها مستحيل مازلنا نجيبها في كرتاج واللي قسما بالله هذا كرتاج المرة الأخرى جابت الطبيب النفسي نتاعها تعين بربي يزو واللي جابها أجرم في حقها وأجرم في قعدتها هذا كيفاش سمعة كرتاج هبطت إلى الحضيض عليهم اللعنة والجمهور كان الجمهور يذهب إلى الجحيم الجمهور يمشي كرة قدم يمشي الجبهر يعني بعيدا عن كرتاج أو الأخبار الثانية باهي حسنين تو أنت عندك الحرية تكمل تسمع تراند ثانية تقرأ جريدة على روحك لا شدك. يسمع يسمع الأخبار الثانية أي. نعرف يتبعني بانتباه الاخبار الثاني اللي هو موقف كاظم الساهر وردت فعله الحقيقه اللي انا نحس من فيها شنو؟
من رده فعل اللي صارت مع عمرو دياب بيان سور. دونك الحاجه الباهيه اللي انا دخلت باش نقول رايي قبل ما نكمل الخبر انه نحس فيها بالحق برشا رقي وفيه برشا حرفيه وخاصه برشا امتنان خاطر انا نحبه ياسر انا كذا مسلم. امتنان امتنان اي امتنان علاش شنو قال؟ حاس فما كلام على بي مش قال. في هو شنو قال كذا كي سالوه شنو رايه في الحكايه اللي صارت؟ شنو قال كي سالوه؟ قال اخدموا على رواحكم، يقصد في لا سوسيتي دو سيكوريتي اللي لاهين في الحفله في عرس في لما وين ما كان موجود ستار يغني. أيه. القيصر هذا يتكلم. القيصر يتكلم. أيوة. قال نحب الناس تخدم على روحها، تحطني انا كفنان كمشهور كستار اون توت سيكوريتي بعيد على العباد اللي هما في الاخر هذوكم ناس يحبوني جمهوري جمهوري. اما اما اذا وصلوا لي سي بون خليهم يعملوا اللي يحبوا. إذا معناتها عمد في حمايتي انا. اذا شفت الرقي اللي هنا في الاجابه فيه. أيوة. والامتنان على خاطر الامتنان الامتنان على خاطره لو لم يكن جمهور عنده كاظم لما كان كاظم كاظم الساهر خارق العاده. دونك فيها بالريبونس بالحق ياسر محلاها عاود سمعتها مرتين انا. ممتاز. وهو ظاهر شنو يحب يوصل نصور انا هذا القيصر القيصر حبيبي مش غريب على حبيب القيصر. الملايين اللي يجي لك الكارتاج نمشي له ونجري حتى كان طلب درا قداش من مليار 400 الف دولار نمشي له القيصر هذا حسنين. وحين يتكلم القيصر شنو نقولوا؟ يصمت الجميع. انا بالنسبه لي القيصر نتاعكم تو ولا قيصر قسما بالله كي نقول لك انا اول واحد يعني جبت له كاسيت من العراق بالحق. اي نعم شفت قلت لك يحبوا. لا مش نحبهم بعد بالنسبه ما نحبش انا شنو نحب اخي شريت له كاسيت وما تحبوش. يا شريت له كاسيت لانه ساعتها دوبه موضه ساعتها في صدام حسين ومال مشيت انا وكذا يعني دخل الواحد وهو يعني ضارب ساعتها في العراق. أيوة. نزل شنشن بالتشرين بتاع الموسيقى. أيوة. العراقيه وكذا كذا وكان يغني في حاجات عراقيات جميله. أيوة. يدخل للنزار القباني والموج واللغه نتاع بصراحه ما مش متاع. اما القيصر كي يتكلم هكا على عمرو دياب القيصر عندكم انتم قيصر مع القيصر روسيا القيصرات القصريات هذولا ولا واحد يا اما من احسن ما غنى وما ابدع كاظم الساهر في قصائد نزار القباني وهذا راي فنان تكلم تو اكيد ماله ممتاز احوال الكياس تدسويت مع انس ورجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على اي اف ام احلى غدوة يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الوقيت هذا نحكيو كوره نحكيو على الفينومين كريستيانو رونالدو اللي الارقام فسخها تقريبا الكل ولكن المره هذه الفيديو نتاعو يحصد ملايين المشاهدات في سويعات والسبب حديثه مع روحه وهوني قوه الكوتشينج مونتال باش نحكيو عليه باكثر ديتاي توت سويت مع خالد علي التويتي خلود الفيديو تاع كريستيانو هذا وهو يتكلم مع روحه شفته خاطر محمد انا حكيت لك اقوى حاجه المونتاج. ايوا ريتو رونالدو كي يحكي مع روحه نتصور انا اكلي خزر ريا رونالدو راك مستانس الكفرونات هذوما تجيبهم المير هو هنا الجول وين واقف برا رونالدو. اي بابا ريت وك الكف يعطاهوله ضربت عالبا. اليوم محمد اكبر احباط للجوار هو لو بلون مونتال. ايوا ريت كيمشي يشوت في بيلانتي خايف يفلت صح. يمشي يشوت في كفرون خايف فلت. اليوم محمد المونتال انا ديما سمعتني بحذاك نحكي على المونتال على الكوتشينغ مونتال على المونتال. علاش محمد خاطر علاش كي تبدا حاضر مونتالمون تعمل لو بلوس. اول حاجه محمد وقت اللي تبدا مونتالمون شنية ما تخافش تحكي مع روحك مونتالمون راك تحضر روحك بالكدا تحضر روحك خاطر تنجم تكذب على الناس الكل محمد كان على روحك ما تنجمش تكذب. اليوم رونالدو وقت اللي يمشي يشوط الكفران من غادي من 30 ولا 40 متر راه مستانس يشوط فيهم وفي لونترينمون يجيب فيهم يجيب صح. اليوم انت مونتالمون كي تبدا حاضر في التمارين وحاضر وعندك برشا كفرونات تشوط فيهم ديما تبدا حاضر عندك في ساقيك كوره عندك في ساقيك كوره محمد وبار هذاك الكل محمد الكوره اليوم تتلعب راهو بالمونتال وين بالمونتال محمد على خاطر كي تعطي باس مش بالفيزيك. أيوة. بالمخ مخ. ساعات تشوف جوارات يعطيك باس مش عادية. نحن في تونس كيفاش قال الجوار قبل ما يشوت كفران بيلانتي يا ودي قبل يشوت كفران يبدا يرعش فما حاجة أخرى زادة مش تفهم اللي حاجة في تونس ريت البرا كي تبدا فما كفران فما تيرور متاع كفران
على الكوتي غوش، فما تيرور على الكوتي دروا، فما شكون يشوت من الوسط بيلانتي، فما شكون يشوت نمرو واحد. احنا في تونس اساسا سيركو فرونت ثلاثه يتعاركوا ولا اربعه يتعاركوا شكون باش يشوت، وقت اللي الناس البرة وقت اللي تتحط دروات فلان باش يشوت، تتحط غوش راهو زيد ولا عمر باش يشوت. وقوا حاجه محمد، راهو انا نكلم جوارات تونس، راهو المونتار انت حتى في الكوره تو لاو ياخذوا الاولاد الصغار يا محمد، ياخذوا الاولاد الصغار بار بريز دو فورماسيون، وقت اللي تجي الكوره في 6 سكوندات ولا في 7 سكوندات ايش يعمل بيهم بالضبط. غاديك القوه، غاديك تدخل القوه نتاع المونتار، والكره راهي فيها اقوى حاجه في الكره راه حتى في الدنيا محمد. حتى في الدنيا اللي مخه قوي ومونتال مو حاضر ديما ينجح. واضح سيد علي اهميه المونتال، هوني البريزونس تاع المونتال، نحكيوا على فيديو تاع كريستيانو قبل ما يشوت كوفران، يعني سيونس في ماتش اميكال ماركه في ماتش ضد ايرلندا عفوا ماركه زوز بونتو في الماتش هذاك، يحكي مع روحه راه وهكا بالصوت مسموع، يلا كريستيانو تنجمها تجيبها في الكاج مستانس تعديها. مهم الكلام هذايا باش واحد يخدم شخصيته ولا العقل الباطني نتاعو يحضره. ميرسي. اللي كان يحكي فيه سي خالد هو المونتال سي البلان جينيرال، لكن اللي قالها سي كريستيانو رونالدو هو يدخل في الاوتو موتيفاسيون. اوكي اي الشحن الذاتي انترنسيك اي حاجه انترنسيك هذيك تعطي قوه للفكر وللعقل باش يوجه الكره لا وي فو بيان سور. هذا كل يتم في لحظات معناها فراكسيون سكوند اي دي مليام دو سكوند. اوكي معناها الدم الكل يتفاعل، العقل والساق والنظر باش الكره تتوجه لا وي فو. دونك المساله مساله اوتو موتيفاسيون يعني وافق. شحن ذاتي ممتاز. ثري فما لي كوتش دو في هذوما اللي يقول لك تقوم الصباح تقف مع روحك قدام المرايه انا سعيد تبحهم انا على الاخر تعمل هذوم ثري تبعهم اي نساعه تلمون ندخل الفيديوهات مول الالغوريتم تاع الانستغرام والفيسبوك كلهم وليت كلهم هكاك. شو تقول مع روحك الصباح كي تقوم قدام المرايه؟ مش بشرطي هي المرايه معناتها من برشا حاجات اخرى تحكي مع روحك. اما المرايه ديما نقول انا محلاني ومزياني محليك ثري اليوم اي نقوم الصباح يا محلاني اليوم خير من البارح مثلا، سورتو كنت عدى البارح نهار هكا خايف شويه نقول اليوم خير ونحس في روحي أزين. أنا كل يوم لما حالة في المرأة نحس روحي أزين البارح. ممتاز حسنين. فما منه جانب هذا التأثير النفسي ولا الشحن الذاتي اللي نحكي عليه؟ طبعا فما منه يعني أخي الكائن البشري هي النفس البشرية يعني مكونة من هالأشياء هذه مش ما جاي أثر فيها البشر مش ما جاي أثر فيها. نحن عنا أساليبنا الكوتش والدرشنية جديدة لكن من الصباح نقول مش درشنية كوتش بسم الله بسم الله يا بسم الله الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله. برافو عليك. إيه وأقصد ربي الواحد يتوكل على الله. نحب نقول لك نتوضى ونعمل الأمور لا نحب هذه أموري الشخصية. ما تخزرش المرأة تقول محلاني؟ لا نخزر المرايه نقول محلاها ثوري ثوري هذا كلام هذا تو فما واحد يقول بصباح اصبح واحد كيفي انا يقول تي ساعات ما نحبش نشوف تي ساعات والله العظيم ونحكي لك حاجه تنجم تجي للدار وانت صديق العائله سيدي محمد حتى صديق العائله نجي للدار المراه تروي عليا انه النهار الاول والثاني في العرس لقيتني على الصباح قامت قلتني دوبا فايق ونخرج من المنضد على روحك ايش ليه ساعات الواحد يشوف وجهه على الصباح يضيق كاش يا لطيف يا اخي وذيك خاصة معناها يعني ما يظل يناهض من الامور ليلة البارحة وذلك الليلة يعني برشا مناظر حشاك يعني يصبح يا ربي تتعدى النهار اي خلف قبل محمد عند الناجي علمنا تلعب ماتشوك قبل ما تبدا سير البلو مونتال. والله يا محمد ماركيت بونتو لتوا مونتالمو مره نلعبوا كونتر السيوتي فينال انا وقت عامتها مع ناجي وبياري نتعلم كيفاش نعمل الفراب من بعيد. باه قلت اليوم خالد جرب الفراب بالله محمد السيوتي ماركيت منا وانا دز البوهيلي الله يرحمه بعت على السنتر شويه وضربت بعت على السنتر وعطيت هكف تعمل هكا دخلت والله نقعد 6 سنين ما ماركيش ما وحتى الجول فارغ ما ماركيهاش. اليوم محمد علم الناس يا ناس قبل ما تلعب تحكم تاع الكوره الناس وليت محمد في مخك لادفيرسير ديريكت تاع كونسونتراسيون وبالمونتال رانا نخلطوا بعيد. ممتاز ونحن نحكيوا على المونتال خالد زوز لاعبين في الكوب دوروب باش يكونوا يمكن حديث الشارع الرياضي زوز بين اصغر لاعب واكبر لاعب زاد تطلب مونتال باش تكون موجود. لامين يامال على المنتخب الاسباني 16 سنه موجود في كوب دوروب وبيبي في البرتغال 41 سنة وموجود في كوب دوروب معناها تتطلب انه في عمر صغير ولا عمر كبير برشا قوة ذهنية باش يكون موجود وفي نيفو عالي برشا قوة ذهنية محمد او سيرتو في فما ماتشوات محمد انت تشوف الريال ريت الريال سير البلو مونتال ريت الريال في الكوب دوروب
ديما تتحول تولي جمعيه اخرى خاطر مونتالمون راهم حاضرين. الاكسبيريونس عندها قيمه خاطر الاكسبيريونس تدخل في المونتال وفي الصغار محمد ما ينجموا خلطوك تلعب فك العمر هذاك كما تبدا حاضر ما يفادلكوش محمد. راه اليوم فريق قومي راهو يجيب لك وليد عمره 16 سنه مش باش يفادلكو. سير لو بلون فيزيك تلقاه حاضر، سير لو بلون مونتال تلقاه حاضر. صحيح، ونحن زادة لازمنا نكونوا حاضرين سير لو بلون فيزيك والبلون مونتال ايام العيد، عيد الاضحى نحكيوا عليه وخاصه على البلون مونتال بعد البلاغ نتاع السونيد اللي باش نحكيوا عليه توت سويت. بليغ السنادي يقول نظرا للوضعية الصعبة للموارد المائية لهذه الصائفة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الذي تعيشه البلاد لسنوات متتالية وأمام تزايد الطلب على المياه خلال أيام عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير على المنشآت المائية، توسي شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفائها الكرام بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبة وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء من يوم العيد، وذلك لتفادي تزايد الاستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى آخر البلاغ. هذه النقاط نبدأ معك سيد علي، مهم الماء وعارفين الثروة المائية، نهار العيد الاستهمال ترشيد الاستهلاك تونسي تقول له خلي حاجات تستعملهم بعد 6 تاع العشية، انا عارف شو كيفاش نجمو نمشي. والله البلاغ في شكله ومضمونه معناها محترم، اي جهة رسمية من نوع ذا وعندها اهمية في الدولة وحسب معناها وضعية معينة للناب للمائدة المائية تنجم تخرج بلاغ كما هذا، هذا شيء طبيعي ومحترم يعني. المواطن هنا علاش لا ما يلتزمش بالبلاغ هذايا ويحترم البلاغ هذايا ويحاول كما قالت الشركه يرشد الاستهلاك نتاعها. كيف العصبانه نغسلوها وقتها معناتها؟ لا مش مهم هذاك يعني. كيفاش مش مهم؟ انا علوش يا اخي عصبانه لا لا ظاهر من العصبانه نغسلوها وقتها ظاهر تغسل نغسل والله دوار العيد دوارت احنا نقولوا عصبانه في بنزرت بالحق والله العيد مدام العيد راه مش معناها عصبان ولا ماكله عصبان، العيد هو تضحيه، هو معناها تضحيه معناها على سنه حميده تضحيه وما زاد عندنا برشا نستهلكوا نهار العيد بالماء راهو نيوني باكستيون. الاهم الاهم فما اهم ومهم الاهم هو ان ضحينا باهي ضحين حكايه ماكله الدواره ولا تحضيرها ولا كذا انا سابيرو تردي نهار اثنين شي مشكله كيفاش يا اخي امبوسيبل معناتها السخانه هذيك سامحني خل نفسر لك في السخانه اللي عندنا توا احنا تنقب راس العصفور 40 سخانه وعندنا دواره حاشيك معناتها بالضبط كيفاش ما تنظفش نهارتها كيفاش ما قلتلكش ما تغسليش قلت كرشتي اعملي بري لافاج امتي لافاج بريمورديال بس هي ما تجيش بري لافاج الدواره ما فيهاش لازم تنظف ما باش تقعد في الفريجيدير سامحني ما تتغسل جزئيا هي الماكسيموم بوسيبل هو الماء اللي تستهلكوا الدواره الماء الكونتيتي نتاع الماء هو في الاولاني راه مش في الثاني، الثاني طرف ماء سخون وتتحك تنضاف، اما الماء الاولاني هو اللي نستهلكوه برشا باش نحكي كنت تغسل برافو ثريا كنت تغسل 100% اغسل 50% هو المطلوب نحي التعفن هو هوني الدواره جزء راه من العلوش فما الدم تاع العلوش وتنظيف البلاصه تاع العلوش وقدين و و و معناها فما استهلاك للماء مبالغ فيه، ترشيد الاستهلاك اوكي معاك ثريا تقول لك شبه مستحيل انك تخلي الدواره امبوسيبل نخليها كيفاش سامحني الريحه والدنيا والدار تمشي سامحني بركه احنا نهار العيد بالمال اللي عندنا بالموجود بالجفيل بالحاجات اللي ننظفوا بهم والدنيا تبدا ريحتها اللطف يا ربي لعبت بالكاوتش وتبدا معناتها تغسل وتنظف وتسيق أوكي. خلي انت تقول لي معناتها خلي بعد الستة بتاع العشيه شنعمل بيه الماء انا بعد الستة بتاع العشيه مهبط لي بلاغ معناتها الكميه شنو الحل شنو الحل هات نعطيه الحل هاي الكميه اللي مفروض تستعمل 100% حاولي باش ترديها نهار العيد سامحني ماهوش مقبول حتى طرف يعطيهولي سيف كامل نتقبله مع كامل احترامي البلاغ هذايا اما نهار العيد الأمة حاجتها بالماء نهار هي اما الاستهلاك تاع الماء يبدا لكل فرد وقت حسني خلينا ناخذ رايك في الموضوع نحبك تدخل معنا وتعطينا رايك في وقت واحد الاستهلاك تاع الماء واستعماله هل البلاغ هذا مع الكومبورتمون العادي نتاع التونسي التصرف العادي تاع التونسي كي يسمع بحاجه باش تتفقد ولا تصبح مقطوع بعد البلاغ هذا وبعد ما اعلنا عليه ما بداوش يعبيو من توا مثلا في الاستله والبنوات والدبابز وحضر روحك للنهار هذاك برافو مثلا هو يخلق لهفه ايوه يسمع البيان
الندرة تولي اللهجة. لا لا مش مشكلة، لكن نحن ما نعيش في بلاد نفهم بعضنا يعني نعرفوا أن تونس هذه تعاني في شح من المياه. أيوة. هذا مؤكد يعني ما نقدوش نخلو ذو. أيوة. عندنا مشكلة وعندنا جفاف متاع سنوات متراكمة، صبت شوية ربي يرحمنا بطريف مطر، الطريف مطر انقصتوا فيه نحن. صحيح. ويعني فيه يعني إفراط يوم العيد هذا ما فيش كلام، لأنه يوم العيد وقلدش من علوش يذبح، وكما قال الثريا اكثر من سيدي علي لاني تفهم في الدواله يبدو اكثر منك لا لانه العلوش في اشياء يجب تكون سخون. ايوه مثلا ما تنجمش تسلخ العلوش اذا برد واللي نعم معزه واللي اي شيء الا ما يكون سخون. صح. لانه كل نفخه كي تنفخه يعني هو جلده ينفصل على البدن ومن بعد تنجم انت تسلخه وسخون يظل مازال سخون يرف، ومن بعد الدوارة هذه تظلي أيضا يعني سخونة باش المصارى هذيك ما تلصقش في بعضها. تفهم حسني طبعا نفهم، ما قلتلكش جزار في الدوارة زادة حتى في العباد بشنية يعني فهمتني ايه، وهذا يزمى فيسع فيسع الدوارة تغسل وتنظف بالقدر على سخاليس. اما لكن نحب نحيي انا جداتنا وامهاتنا حين لم يكن هناك سباب في الديار وكانوا بالبير وكانوا حاجة عظمى ونجيبها نظيفة، وكانت الدوارة مقياس النظافة للمرأة، والمرأة تنجم يعني تغسل الدوارة ومتخلي فيها حتى اثر وحتى ريحة. فما في الدوارة ما حاجة اسمها طليقة نساء ايه، فما طليقة نساء يعني الكرشة ذيك، فما الكرشة اللي فات طيب تاي هذيك وكذا. هذا يلزم كل تاي تنحيها ثبت الامور، خاطر ماء المعده هذه يعني والدواله والمعده يعني عالم كامل عجيب غريب. صح. سبحان الذي لا اله الا هو. وباش حنقول وتو البلاغ هذا شو يقول لنا؟ يقول لنا يعني تعمل لروحكم. اش معناها نعمل روحك؟ ايه تحط الماء في السباب في البابس في البابس وتحط الماء في البان وتحط يعني تعمل صرف. كمية شوية يعني تخليها على على تعبي معون معين ونسيسوا بعضنا وما نتعسوش لبعضنا. صح. وربي يعديه العيد الأخير ان شاء الله بجانا بالبشير، رغم اللي اخواتنا في غزة حتى لا ننسى من الرخل لا عندهم لا مي ولا عندهم لا علوش ولا عندهم حتى شيء يذبحوا فيهم الاسرائيليين ليلا نهارا ونهارا صحيح. ثريا علاقتك بالدوارة تغسل بالقدا؟ اي نغسل مالا بيان سور تو بعد العمر هذا الكل ما نغسلش الحقيقه، عملتهم العوام الاولى وانا ما نحبش الريحه ياسر نتاع الدوارة، ما فهم حتى حد يحب راه انا نغصبوا على قلوبنا ونعفسوا على قلوبنا. من بعد مسؤوليه تكبر تولي بعد دخلت في الصحيح وطليقت نساء والدنيا ونرد هكا ببيضه تلج نهبطها في الانستغرام ونوريهم كل مريتو الظوافر والدنيا صار غير نفواغر. حتى الدوارة تهبط على الانستغرام بيان سور نهبطها هكا تعمل بلي بليغ للبليغ جوست كلمه واحده خليه الما ينوس حتى ينوس، اما تقصوش علينا واضح نوسعوا بالنا وما يسالش. ممتاز هاي خالص والله بلاغات كيما هذوما محمد ما تجيش لي تصلى تعمل ايوا قبل ليه قبل العيد مثلا كانت تنجم في العيد صغير يقولوا هنا كيلك مازالت ايامات. علاش انت مثلا قبل العيد بشهر عامل لنا خويا قصوا الماء من الستة حتى كيما نقولوا وقت معين حتى الستة ونص لا من الستة حتى الاسبوع ما جات بريود نحن في تونس ما تقصوش علينا الماء من الستة عشنا ولا ما عشناش ايه كان عملوا شهر هذايا نهار العيد تتوفر الماء يلمونا مثلا يلمونا الماء وعم تخاطر ما تجيش واحد كيما قال لك باش تنظف دواره يلزم تنظفها بالقديه فما حاجات الدم تخلي الدم في الدار لا. ما تجيش باش تمسحك الدم هذاك برشا ماء. ممتاز سيد علي هوني سؤال يطرح نفسه بالبنت العريض داخل السجون الاحتفال بعيد الاضحى كيفاش يكون كيفاش تعمل؟ والله هو حلو برشا اي بارك الله فيك هو موضوع مهم هو الساعة إن شاء الله عيد مبارك على كافة التونسيين والتونسيات. بالنسبة للسجون في إطار أنسنة العقوبة وفي إطار زادة تقريب الإحساس على الأقل العائلي من السجين خاطر هو في تسمى في غربة نسبية على أهله، الإدارة العامة للسجون والإصلاح مشكورة ديما تعيش المساجين لو ماكسيموم بوسيبل الوضعيه نتاع العيد الحياه العاديه حياه العيد الاضحى يعني كما كانها في داره بون جيبوا علالش تذبحوا سيدي الاداره العامه توفر علالش باعتبار ان الاداره العامه عندها عندها اراضي وعندها فلاحات وعندها الماشيه الى اخره توفر حسب التعداد نتاع المساجين
بيه؟ حسب النومبر معناها، حسب عدد المساجين عدد العليلش. أي. ما مش على كل سجين. لا مش على كل سجين علوش. لا معناها فما 800 ناخذوا لهم 20 علوش، فما 1000 ناخذوا 30. مثلا مساله نسب. العلوش قداش يجزي من واحد مثلا؟ شوف المساله مش مسألة اعتباريه اكثر من حاجه اخرى. وحيك. هكا ولا لا؟ هذا هو. كما قال لك سي محمد بار اكزومبل، عندي بار اكزومبل 1000 سجين نجيب 15 علوش. هذا عندي دار. ايوه. مازال فما حديث راه. اي. الإدارة العامة توفر 15 علوش مثلا، ناخذوا كوم اكزامبل، والسلطات الجهوية مشكورة هذايا بعلاقة مدير السجن ودافعيته في الميدان، يتصل بالمعتمدين والسيد الوالي وهما يوفروا له معناها ضمن اكل العائلات المعوزة عدد معين من المساجين يزيدوا، معناتها يزيدوا طبعا على 15. مثلا 15 دبرتهم وفرتهم الإدارة، وعشرة يزيد يدبر المعتمدين والوالي وكذا، يوفروا عدد معين معناها مشكورين، تولي يوصل العدد بار اكزومبل 20 25 مثلا، يقع ذبحهم هذاك الكل بحضور المساجين. شكون يذبح؟ شكون يذبح؟ متطوعين من السجناء ولا العوان ولا مدير السجن كيبدا كيفينا ذباح تهبط سيد عليه على... انا هي ذبحت معناها فما في القياده فما لغه سمحه ياسر، فما رجوليه. انا كي نجي بار اكزومبل الامام مش انا بربي تو بعد نحكيو على الموضوع. انا كمدير السجن مثلا كي نجيب علوش خاطر انا نعرف نذبح ونصلخ، نذبح العلوش قدام المساجين فيها نوع من الشعور تاع حب وتاع لحمه وتاع البو علاقه سمحه. فهمت؟ تهدئ النفوس كل شيء. راي العقوبه فيها انسنه فيها رجوليه. فما سؤال اخر. نعم. بعد ما ذبحنا وقسينا العلوش وكذا كسرناه وخذين فما مشوه تعملوا لهم مشوه كل شيء. ممكن. أي جزء معين ماكل الكميه هذيك تاع العلاش المذبوحه يتشوى ويتفرق على الكل. راه ماناش قاعدين نعطيو في نجملوا ولا نحطوا الناس في السجن، نحكيوا على شنو قاعد يصير فعلا. تعرفوا طبيعتي هذا اللي فما ما نجمل الاحساس اللي يحسه واحد مربوط. لا باللي يكون لا فما ناس لا يفرحوا والله يفرحوا ويبدوا عاملين كيف. وديما مثلا نعطيك نحكي على روحي على الاقل نوفروا لهم الحاجات اللي يحبوها. شي يحب التونسي الشعبي ود البلاد يحب مثلا الشمنك فهمت، نعطيه موتوريزاسيون. هي مش موجوده في المنيو نتاع نعطيه موتوريزاسيون بوركو با، عيد ومناسبه ومباركه وكل شيء. وتم كاكا والعلالش تذبح الرواسن تمشي بعد في الكسكسي، لان الناس كل كما تحدثنا عليها سابقا يعني اون سي دو فير ان بو دو تو باش نجموا نعيشوا التونسي السجين يوم العيد. ممتاز وحيك سيد علي على هذا. حسني انت بتتفاعل بسرعه. اي مش نتفاعل بسرعه لو تو سيد علي يقول لك انا كمدير سجن لابد نذبح هنايا. مش لابد. اي هو انت اللي كنت عندنا تصرف خاص انت عندينا. تلزم نفسك بهذا. لا الزم نفسي لكن حلوه جت بطبيعتها. انا بالنسبة ولا المفيد يعني في الاسلام الدين بتاعنا دين الأضاحي والذبيحة الذبح يعني يشترط أنه الذبيحة ما تظل صحيحة إلا ما يذبحها مولاها صاحب الضحية. ما لا مالك فيش حب أنت حب تضحي. سيدنا إبراهيم ذبحها هو الكبش ما جاب الجزال. لا نحكي لك أنا هذا هو الموجود والإمام تاع المسلمين. أي إمام ما هو إمام؟ هو إيش معنى إمام؟ معنى هو الذي يقوده سواء كان في الحرب أو في السلم. ولا أتذكر ولن أنساها أبدا وبربي اللي ذكرها معايا دورهون الفيديو هذا في الواحد جرب. أوكي. يعني في عام 2012 ولي 13-12 كي كان الغنوشي يسكن في جهة رادس كان يعني عنده جنينة والرهانة صوروا خرجوا فيديو هو يذبح في العلوش بصفته أمير أو يعني إمام المسلمين بتاع اللحظة وكان متاع تونس لأنه يعني هو حبيق ذي كان حبيق على العلمانيين وحبيق ولي إمام للبلد كله إمام كما الخميني. إمام الخميني شفمة في الفيديو شد العلوش وذي راهو ذبيحة عندها قواعد وعندها أصول وعندها شعار وعندها أمور وعندها كيف يكون السلاح ويزمى سلاح حاد ويزمى ضربة فوق توديش في الأوداج ضربة الفوق ضربة لوتا اللي وريتور يتودج العلوش وينزف دمه نهائيا العلوق متاعه وينزف دمه فيه رحمة بالعلوش فيه رحمة ما تجمش شد العلوش راجل غنوش شد العلوش يلكلك فيه راهو الرب يجي تقريبا يجي 3 دقائق هكا العلوش مسكين عذب له قلبه راهو وذايا راهو حرام ومبغوض وشي رديء. انا ما نحرمش وما نحللش انما هذا يعني كما يعرفوا الفقهاء في هذه المواضيع وكذا كذا وذا وانا من ساعتها قلت اذا كان امامنا يعمل هكا في الهيشه البكمه اذا مش باش يعمل فينا
اللي كان العروش هكا عذبوا بك العذاب هذاك حب يعذب لنا قلوبنا نحن يا ربي تلطف بينا بجاهك وبجاه نبيك. خلينا ناخذ حوالي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام. ناخذ حوالي الكيس تو سويت مع انس من بعد شوي نرجعوا نحكيوا على السجون مره اخرى وهو شرط من شروط حركه النهضه على لسان عجمي لوريمي اللي كان ضيف زميلنا زهير جيس في جوهره. لكن قبل هذا خيط نسمع احوال الكياس وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى غدو. يا فما على راديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. نسلموا عليكم في الكياس في الدار البرة في تونس خارج حدود الوطن داخل حدود الوطن. اجواء العيد ان شاء الله باش تعيشوها معنا هوني على اي اف ام. وعيدكم مبروك الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتحيه خاصه لسي شادلي رباعي اللي قاعد يسمع فينا ويتبع فينا ويبدو لي اول مره يسمع البرنامج صدفه في الكهرباء حتى فمعجب بالبرنامج. كيفاش عرفنا الاخبار هذايا؟ ولده صديقنا محمد رفيق رباعي يقول لي راهو بابا طلع فعجبوا البرنامج ولا يدور ما يحب يكمل معانا الحلقه. اي سيدي باش نحكيوا تو سويت على الانتخابات الرئاسيه العجمي لوريمي والحديث على الشرط من شروط الانتخابات الرئاسية بالنسبة لحركة النهضة ولسيد عجمي لوريمي. كما قلت الكلام كان اليوم في جوهرة تي في مع صديقنا زهير أجيس. نسمع شنو قال ثم ناخذ رأي الفريق والمجموعة. رأينا هو رأي جابت الخلاص اللي هو تم التعبير عليه في عدة مناسبات. احنا نعتبر انتخابات استحقاق وطني ودستوري. رأى انتخابات بتكون حرة ونزيهة وشفافة يجب توفر فيها جملة من الشروط منها تنقيط المناخات السياسية وعلى رأس الطلبات في هذا الإفراج عن المساجين السياسيين على حد تعبيركم دون الاستثناء. فبدي هذا نعتبره معنى يعني من المقدمات معناها اللي هي احنا نقدموه كمطلب سياسي كمطلب سياسي لأن نعتبره الملفات هذه ملفات سياسية نعتبره اعتقالات لأسباب سياسية إيه شنو هذا في إطار عفو في إطار شنو حسابات تصميم حسابات تدخل حسنين. أي سيدي ناخذ رأيك في الموضوع الإفراج على المساجين السياسيين دون استثناء شرط من شروط الانتخابات الرئاسية لازم يتوفر باش نجموا نتعديوا الانتخابات السياسية حسب ما قال السيد عجمي لوريمي وقال رأينا من رأي جبهة الخلاص. شو نقول لك كيفاش نبدأ؟ نقول لك ساعات شرط العازب على الهجال كي ذلك فهم واحد وحيد عازب هكا وفهمني كيف أيوة. سي العجمي لوريمي وعنده هجال هكا وظل يدل عليها في السياسيين هذا معناها يعني شوف انا نتصور العجمي يتمثل بقليل من الحكمه على كل حال وانا ما في حكايه تنقيط المناخ السياسي تنقيط المناخ السياسي احنا مع التنقيه باه فوالا باه وماذا بينا يخرجوا الناس كل من الحبس وتتنقل الامور وكذا ايوه كي نقول لك شرط العزب الهجالة الواه تو انت يعني ما كي يقول المسألة سياسية نعم سياسية ايه وما كي سياسية شنية السياسية المشكلة هذه راح نفسرها له العجمي مسؤول ويدركها افضل مني مليار مرة بي. يا سيدي فما ناس قالوا للرئيس انت رجل منقلب وما عندك شرعية وندمروا لك حياتك نجيبوا لك الخارج والداخل ونطيحوك ان شاء الله وندخلوا لك الحبس ونعدموك انت واللي معاك كل ايوه والدولة التونسية وجازتها وكل من شد زير وشد معاك الكل غفير اللي من دمروهم هكا يقولوا هذا مش مات خلاص وكذا هكا ولا أيوة. واللي قاعدين يعني في الحبس هي عاد هم يبادروا الأول توك يحبوا ينقوا ينقوا هم قلوبهم يعني من شوائبها باي. يعني هم بعد يطلبون ما يريدون. وصديقنا زهير جيس وجه له سؤال ممتاز صراحة قال له نسلم عليه قال ألا يعتبر هذا تدخل في القضاء أنه رئيس الجمهورية بارك الله في زهير يعلن يقول هو هرب قال له لا هذه مسألة سياسية نتوافقوا معاك هذه مسألة سياسية ورغم اللي سؤال زهير كان في محلي وكان مفصلي وجوري وبارك الله في زهير لأنه يعني تو مرة يقولوا للرئيس أما لكن ما تعرف الرئيس هو السلطة العليا دائما وعنده الحق يتدخل في مارة هو رئيس أيوة. هو ليش رئيس هو تراسنا هو رأسنا
ينجم راسه ولا يقرر ويري يعني من مصلحه الواحد كما حل البرلمان ينجم ياخذ اجراءات من هذا القبيل. ما نعرفش هو رجل دستور زاد ايضا استاذ دستور يفهم في الامور هذه. قيس سعيد بالباو ومخرج اجيال من تحت يديه. انا مش عم نقول له على شيء، انا نتكلم من المنطق والحس السليم. انت عم نجي نقي معاك الحكايه سي محمد، عندنا مشكله وياك تيمون بادر. انا يعني نقول له اقسم بالله خلينا نتوه الصفحه وعذرنا فيها ونحن خلوذنا وتقديراتنا كانت تحموم وساقطه. وانا نقول لعجب والله يا عجب انا ماذا بي حركه النهضه تنهض من جديد. أيوة. يعني تقطع روابطها النذله معاك السيد او يعرف هو، ويعني تشد طريقها تسلك مسار تصبح حركه وطنيه يعني تتعامل مع الجهات الوطنيه من اجل خير هذا الوطن. حرام عليكم، حرام عليكم. هذا الغنوشي قال لك يعني مدرشنية هذا حصيل. شكرا لك حسن ناي. سيد علي رايك في الكلام هذا إيه؟ الفكرة العامة هي في تنقيط الأجواء السياسية. أيوة. فكرة محترمة ورأي محترم. في تدخل السيد زهير الجيس الموضوع ما يهمش التدخل في القضاء 100%، خاطر التدخل في القضاء وقت يبدو المساجين في حالة إيقاف. بيه. لكن من صدرت فيه أحكام ينجم يتمتع بعفو رئاسي ينجم يكون على المطلب أو الطلب تبشنجيوه مشروع. هنا في المطلبية المطلبية الإدارية حكينا على الطلب كيف يتم اكزاكتمو. في المطلبية الإدارية يا أما الخطاب يكون فوقي يا أما يكون أفقي يا أما يكون تساعد دون لا فوقي دوني عبرنا دوني أوكي ولا ثلاثة حاجات. هنا البوزيشن تعسي العجمي وين هي يندرى هو فيزافي مع سيد رئيس الدولة ولا يتكلم بلغة فوقية، خاطر إذا كان كلمة شرط تفيد الفوقية فوقية. كان فما أفقية نحكيه، كان فما دونية من لوت الفوق زاد نحكيه. هنا يولي ما عادش فما شرط ولي التماس. والالتماس مشروع فيما يخص المساجين المحكومين، على خاطر فينالمو هم ما عادش تابعين القضاء ولو تابعين السلطة التنفيذية اللي هي السجون، والسجون ترجع بالنظر إلى رئاسة السلطة التنفيذية اللي هي رئاسة الجمهورية. فهنا من حقهم أو من إمكانهم أنهم يتقدموا بالتماس إلى رئيس الجمهورية باش يطلق سراح زيد ولا عمر. بالنسبة من لا زال تحت طائلة القضاء زاد كيف كيف يقع الالتماس للقضاء بمثلا الإسراع في الحكم سيف الزابل. واضح. محامين يعرفوا اللغة دي. واضح. دونك هذا بصفة عامة هذا الصورة كيفاش تصير. لكن كموضوع هو تنقيط الأجواء السياسية. يوسفي بور واضح مطلب الناس الكل كما قال حسنين. نحن مع تنقيط الأجواء السياسية وخاصة المرحلة ذي تتطلب أنه الناس الكل تبدأ على نغمة واحدة على الأقل لمصلحة البلاد. يلا سيدي الخبر الأخير اللي نكملوا به حلقتنا لليوم يجينا من صفاقس. خبر ما هو صار كان البارح في آخر العشية تقريبا مش نحكيوا عليه توت سويت. وباش نبدأ معك سيد علي، قول على إثر مداهمة عمارة يسكنها فريق جنوب الصحراء وفاة أمني بعد سقوطه من الطابق الخامس حسب المعطيات الأولية، وتوفى يعني متأثر بالإصابة متاعه دقائق بعد ما وصل للسبيطار، يعني وهو في الخدمة متاعه في مداهمة أمنية. يمكن صار عنف، يمكن صار دزين، مازال ما عندناش المعطيات، ما فماش يعني الوصول للمعلومة شحيح جدا. النيابة العمومية قاعدة تنظر في الملف، لكن المعطى والخبر أنه أثناء تأدية مهمة فعنا أمني توفى. ربي يرحمه وربي يصبر عائلته إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يرحمه. الموضوع هذا حاجتين، يا اما يكون هذه يثبتوها كما قلت سيادتك معناها الحاضرين الشهود والنيابه العموميه ينضرى طاح وحده والا تم قتله. لو دزوه معناها لو دزوه قتل قتل. في الحالتين هو توفى اثناء تاديته لوظيفته وهذا شرف ليه، ان شاء الله ربي يرحمه. وما ينجم يكون الا مثال، وهذا حد شغل، حد شغل يلزم فيه حقوق. يلزم ماليه يعرفوا الموضوع هذا، عنده حقوق نتاع حوادث الشغل. صحيح. اثنين العلاقه بين العون الامن والاداره هنا يلزمها تطلع للابوجي للفوق، يظهروا الناس الوقوف مع ولدهم ويعطوه حقوقه، ما يحرموش اذا كان متزوج ما يحرموش ارملته من جرايه، يوقفوا معها اجتماعيا اذا كان عنده ابناء زاد كيف كيف. على الاقل تقدير في ظهرك لخدمته وتقديمه للخدمة الوطنية هذه. إن شاء الله ربي يرحمه ربي يرحمه. خبرك كما هكا ديما
معناها يكون عنده واقع خاص حتى على النفس نتاعنا نحن، ولا امني وهو يقدم في المهمه نتاعو ويحمي في البلاد، وان جون وربي يرحمه 35 سنه تقريبا عمره وتصويرته تبارك الله عليه، لكن هذه سنه الحياه وهو يؤدي في واجبه. حسنين المداهمه لعماره يسكنوا فيها فريق جنوب الصحراء بطريقه غير شرعيه، معناها موجودين غادي كما صار قبل وتم الاخلاء نتاعهم مره هذيه، وعنا فيها امني توفى، وعلى ما يبدو لي زاد فما واحد من فريق جنوب الصحراء توفى. الله يرحمه الله يرحمه شكون اللي توفى، خصوصا الامني نتاعنا اللي توفى طبعا، وبرشا امنيين توفوا الحقيقه في احداث ميدانيه في الثوره هذه، وقتلوهم يعني قتلوهم العشره هذا قتلوه واللي دزوه واللي كذا، وهو يؤدي الواجب نتاعو، راهو العمل الامني راهو عمل خطير بالضبط، هو عمل بطبيعته يعني تكتنفه الخطوره من كل جانب، مش لعبه، لانه العمل الامني يعني يكافح الجريمه، والجريمه أيوة. قاتله راهي أيوة. جريمه شرسه شريره الجريمه، ماهيش لعبه راهي، فهمتني؟ وهذاك هو معنى نعزو الزملاء ونعزو الواحد، وان شاء الله ما تكررش العمليه هذه. وقعت المره الاخرى جيت حكيت لك سي محمد أيوة. الحديقة اللي قبل ما يفرغاها كانوا يسكنوا في عمارة في قلت اي بالضبط فما مرمى يعني هم دزوا واحد منهم مولي وزوج ماتوا أيوة. يقع الأحداث هذه، وإن شاء الله ربي زاد هذا الملف أيضا الملف هذه لا الفريق لا لا بأس، كانوا زادوا به أو باش الآن بدي يشد السكة وبدي يأخذ ملامحه وشوه لنا سمعتنا، الله يشوه سمعتهم بجاه النبي وآله، فهمتني؟ والملف أخوانا الفارقة نلقوا سياغ يعني معناه سياغ يعني معناه تحقق العدل والإنصاف للجميع، لأنه نحن ظروفنا يعني يعلم بها ربي، وهم يعني ما غروا بهم، فما عصابات مجرمة وجابوهم، وفما توا بدوا يشدوا في الخيوط ويدخل الأمن للمكان توا يشد الخيوط، يعني كان اهتها بها الأمن الموضوع توا يجيب قرار واضح. والله نحب نترحم عليه وتحية الأمن تونس الكل صحيح. اليوم العباد يزم يفهموا قيمة الأمن محمد الأمن جاي من الأمان بالضبط. يعني الأمن ذاك هو اللي نحن نحتميه به، ماذا بينا في تونس محمد، مش واحد يقفف ولا. ماذا بينا نحترموا الأمن متاعنا صحيح، خاطر في احترام الأمن احترام الدولة، احترام الدولة رب. برافو عليك خالد، شكرا لك خالد علي التويتي. كما بدينا بالغنية متاعها باش نكملوا حلقتنا لليوم بالغنية ثريا العمري اليوم، اليوم غنيتك هي سكسي فقط يا حسنين. ثريا تطلب مني باش نسألك من قبيلة تقول لي في الأوف اسأل حسنين، يذبح سي حسن في العيد ولا ما هو ما خلطتش كي قلت رايك أنت من الناس اللي أنا نذبح أنا قلت لك ونتسلخ ونسلخ ونقطع بالمفاصل أيوة يعني مش تقطيع الزازار هذاك راهو ما يعرفوا شي يقطعوا بربي غلط حسنين هذاك شو طريقة كلي طاف مش معقولة شنو يعني يفسدوا الحم ويفسدوا إمكانية الاستفادة منه وتبنوا الحم راهو يعني راهو والجزار الحقيقيين هم جراحين فوق الرتبة يعرف الحم ويعرف ما يضرش من حد شيء كل شيء الجلد كي يسلخ الجلد أيوة. ما يزيش يجي فيه حتى جرح ما يقعدش فيه يقعد جرح وكانوا طلعوه الجلد هذا يطلعوه في جهاز العروس أيوة. يستحيل يكون فيه ضربة ولي ويملحوه ويزول البحر وهذا كله بعايز يا حبيبتي وانت تسالي ايش تحبي تحبي سؤال واحد اخر عم حسن تو انت قلت نتفنن في العلوش ونذبح ونسلخ في برشا حاجات استنى مفاصل والساشيات اللحم بعد تكتب عليهم كل ساشي شنو باش طيب بها والله هذه تونسية العادة صحيح هذه بصراحة والله ذكية انما يعني هذه دولة ما عملنا شيء كنت تفنن تنجي انا نكتب لك عتيكيات نهار الاثنين والوه تعملي نهار الاثنين نجيب ساشياتي شكرا لكم الفريق سيد علي شكرا لك خلود شكرا لك حسنين شكرا ثريا ناس مو جديد ثريا باي باي ملتقانا غدا ان شاء الله في حلقة جديدة نهاركم اسعد الايام باي باي ويا مرحبا